خلائقه العظيم وسلطانه القديم ومن الشيطان الرجيم. اللهم اجعل لنا قائدا ربانيا يسمع كلامك يسمعها وينقاد إليك ويقودها، لا يركع للبيت الأبيض ولا يركع لدول الشرق، شعاره دائما وأبدا نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. انزل يا الله سكينة علينا، ثبت الأقدام إن لاقينا. لا إله إلا الله. فاطمة ويحانة رسول الله تنظر إلى أبيها الرؤوف الرحيم وهو يودع الدنيا وهو على سكرات الموت، وتنظر إلى أبيها الرؤوف الرحيم محمد رسول الله البشير النذير. أحبتي في الله، وعني من هنا أحبتي في الله، أحبكم في الله معاشر المسلمين عباد الله، أوصيكم أولا بنفسي بتقوى الله تبارك وتعالى. وتنادي وكربا على كربك يا أبتا، لا كرب على أبيك بعد اليوم. ويقول لها يا فاطمة لا كرب على أبيك بعد اليوم، لا كرب على أبيك بعد اليوم. لا إله إلا الله، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا الله. وإن عبدا من عباد الله عبد الله 40 عاما، عصي الملك الجليل 40 عاما، ينادي عليه من قبل الله مناديا من السماء العلا، لا إله إلا الله، عبدنا أطعتنا فقربناك، وعصيتنا فأمهلناك، ولو رجعت إلينا لقبلناك. لا إله إلا الله، سبحانك اللهم وبحمدك. وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله، سيدنا وعظيمنا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا وعظيمنا وشيخنا وقاداتنا محمد رسول الله. اللهم صل وسلم. طالع البدر علينا من فنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع.